فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. نحن الإبانة لابن بطة كنا أخذنا إلى القول في وقفنا إلى اجتماع لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة إلى قوله إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. روى المصنف بإسناده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال: من فارق الجماعة شبرا فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه. وفي رواية عن أعمش عن سلمة بن كهيل عن علي بن أبي طالب قال: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وأيضا عن حذيفة قال: من فارق الجماعة شبرا نعم فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي رواية جاءت مرفوعة، وهذا الحديث المرفوع لا يمكن أن يكون صحيحا، هو يعني خرجه ابن أبي شيبة نعم، والبخاري أيضا في التاريخ الكبير من طريق أبي إسحاق سعد موقوفا وجاء مرفوعا، وفيه الوليد بن بكير هو ضعيف، قال عنه أبو حاتم شيخ وهو لين الحديث ليس بصحيح. عامة هنا مجمل الحديث التي جاءت والأثار التي جاءت موقوفة مرفوعة من فارق الجماعة، والبحث فيها على ثلاثة محاور. المحور الأول: من الجماعة؟ ما هي الجماعة؟ وكما بينا قبل ذلك أن الجماعة جاءت في أكثر من رواية، وأعظمها أيضا: لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين لا يدرون من خالفهم ولا من خذلهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم أصحابي هذه الجماعة. نبقى المبحث الأول أو المحور الأول كان في الجماعة، وأنا وضحت الكلام هذا في من أول شرح الباب وفصلته، لكن سأعرج عليه فقط من باب التذكير فقط. الثاني هو يقول: من فارق الجماعة، ما هي المفارقة؟ ما هي مفارقة الجماعة؟ يعني أساس المفارقة ما هو المفارقة ما هي؟ وهذه مهمة جدا في هذا الباب، فيها فارق الإسلام وفيها نزع ربقة الإسلام من عنقه. ما معناها؟ كفر أم لا؟ هذه محاور ثلاثة في هذا الباب. أما الأولى الجماعة، أن تكون على الحق، ولو كنت وحدك فأنت الجماعة إذا كنت على الحق، والحق لا يمكن أن يكون إلا من كتاب وسنة وقياس على كتاب وسنة، نص ومعنى. فالجماعة أن تكون على الحق، لسنا ممن يرى الكثرة دون الكم دون الكيف. فالأصل في ذلك الجماعة، تكون أنت الجماعة إذا كنت على أصل أصيل وأساس وحيد، وهو أن تكون متبعا لكتاب الله منقادا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا من أدل الأدلة على أن الحق هو ما جاء أثرا، ما جاء وحيا دون اتباع الهوى، قول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، يعني بالحق الذي جاءك. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذا ما عليك إلا أن تتبع. ولذلك قال الله تعالى واصف النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الرسول إلا البلاغ، إنما على رسولنا البلاغ المبين. فيكون هنا الجماعة الحق، سواء كثرت أو قلت أو كانت طائفة قليلة، الجماعة على الحق. والكثرة مذمومة في القرآن والقلة ممدوحة. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإذا في قول من فارق الجماعة، إذن هذه الجماعة التي يعني نسعى إلى أن ننضم إليها. وكلام ابن الجوزي: كدروا الجماعة خير من صف الفرد، هذا إن كانوا على الحق، أما إن كانوا في حيدة فليسوا بجماعة أصلا، ليسوا بجماعة بل غثائية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. نعم.
المفارقة، ما هي المفارقة؟ مفارقة الجماعة هي عدم التمسك بأسس الجماعة، وهو التمسك بالكتاب والسنة. فالمفارقة الحقيقة للجماعة هو عدم، ليس عدم الانقياد لها أو لأميرها إن كان لها أمير، وهذا أصلا نبدعه، أو كانت طريقة أو مفارقة الطريقة، بل الحق أن المفارقة هنا هي عدم الانقياد والاستسلام لما جاء به النصوص من الأسرة التي تمسك عليها الجماعة. يعني حقيقة المفارقة هنا هو الحيد عن السنة، حقيقة المفارقة هي الحيد عن السنة. فالسنة سفينة النجاة، ومفارقة السفينة معناها الغرق والهلاك. فإذا المسألة ليست على مفارقة الجماعة للشخص أو للشيخ أو للأمير أو لغيره، مفارقة الجماعة هنا معناها مخالفة الكتاب والسنة وعدم الانقياد لهم، هذه المفارقة. ولذلك شوف، لا تتعجب بقى هنا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر، أو قول علي بن أبي طالب من فارق الجماعة يعني فقد نزع رفقة الإسلام من عنقه. والمعنى هنا من خالف الكتاب والسنة، من حاد عن الكتاب والسنة، فالنجاة فيهما والتمكين فيهما والتمسك بهما رفعة. شوف، أصحاب أحد كانوا على الجبل الرماة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتمونا قد تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. ما سمعوا، ما وعوا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلموا أن هذا هو أصل النجاة. فقالوا الغنيمة الغنيمة، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، قالوا الغنيمة الغنيمة. ولذلك الله تعالى قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزادهم الشيطان بعض ما كسبوا. وقال الله تعالى منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فعصوا الرسول، فماذا حدث؟ حدثت المفاسد العظيمة، كاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون معنى المفارقة، المفارقة الحقيقية هي عدم الانقياد للكتاب والسنة، المفارقة الحقيقية عدم الانقياد للشرع. ولذلك أنت ترى يجتمعون جميعا تحت راية، تحت حزب، تحت طائفة، والله وإن طبقت لوجدت قول الله تعالى يحسبون تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يعني لا يجمعهم الأصل الأصيل. ومنهم من كان يعني يتكلم على الجماعة والكيان وقوة الكيان، وبعدين لما يأتي يعرض له الشرع لا يعمل به بل يحاربه، ويحاول أن يأتي بكل دليل من كل حدب وصوب من أجل أن ينزاح عن الشريعة. مشكلة كبيرة جدا في هذا الباب. فإذا المفارقة الحقيقية هي مفارقة الكتاب والسنة، هي مخالفة الكتاب والسنة، هي الحيد عن الكتاب والسنة. وهذا اللي قاله حذيفة، إياكم والتلون، إياكم والتلون. والتلون هنا مفارقة الكتاب والسنة، التلون هنا مفارقة الكتاب والسنة. إذن في معنى قوله من فارق جماعة شبرا يعني من حاد عن الكتاب والسنة. والله تعالى قال له، قال لنبينا هذا الكلام تصريحا لا تلميح، وأوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وأيضا قال الله تعالى بعد ما أنزل عليه، قال الله تعالى أنزل عليك الكتاب، وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. المفارقة هنا اتباع الهوى، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله أجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، تأكيد في كل آية على مسألة نفي اتباع الهوى. فالمفارقة هي اتباع الهوى، المفارقة أصلا اتباع الهوى، هذا الأصل في المفارقة. مفارقة الجماعة أن تتبع الهوى، يعني تخالف أسس الجماعة. وما أسس الجماعة؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة طبعا بفهم السلف، فهم سلف الأمة. هذا معنى انفارق الجماعة، انفارق الجماعة يعني فارق وحاد عن السنة وتلون واتبع هواه. ولذلك حذر الله في غير ما موضع من قوله واتبع أهواءهم، فمن اتبع هواه فيرده يهلك في هوة سحيقة لا نجاة له بعدها بحال من الأحوال. فيكون هنا في المعنى من فارق الجماعة يعني من حاد عن الكتاب والسنة. وهذا يسهل علي الختام في قوله من فارق الجماعة فقد فارق الإسلام، أو قال خلع ربقة الإسلام من عنقه يعني فارق الإسلام الكامل. والإسلام الكامل هو التطبيق الكامل للانقياد التام لرب الأنام سبحانه وجل جل في علاه.
فيكوننا المعنى من فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام، من فارق الجماعة يعني قد فارق الإسلام، المعنى أنه لم يأتي بمحض الإلهية تعبدا لله جل في علاه، ولم يكن عبدا مربوبا لله جل في علاه. فالعبد لابد أن يقول سمعت وأطعت، والعبد لابد أن يسعى انقيادا تاما منطبقا على ما على الوحي والأثر، ولكنه لما خالف وحاد عن ذلك واتبع هواه ليس هذا من الإسلام، اتباع الهوى ليس من الإسلام، ولذلك علامات الساعة منها اتباع الهوى، إن رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وأعجبك الذي رأي برأيه فانتظر الساعة أو عليك بخلوص نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الله تعالى أفرأيت من اتبع إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وذلك قال عن أمثالهم وأطرابهم وأقرانهم إن يتبعون إلا الظن إن هم إلا يخرسون. فيكون المعنى هنا من فارق الجماعة فارق الإسلام يعني الإسلام الكامل، وأنه تلون وأنه حاد عن الطريق المستقيم الذي يكون به النجاة. الفوائد المستنبطة: الحث على الاجتماع، والاجتماع لا يكون اجتماعا إلا على الكتاب والسنة. اتباع الهوى كبيرة من الكبائر، بل هو مهلكة. فاتباع الهوى مهلكة. أهل الحق على اتباع المنهج لا اتباع الأشخاص. أهل الحق على اتباع المنهج لا اتباع الأشخاص. لو في أسئلة تفضلوا حتى نقول ساعة إن شاء الله نبدأ في متن بشجاعة. لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.